عاوز اقول لكم اني ليا ملاحظتين في المباراه دي، ملاحظه على طارق حامد وملاحظه على محمد صبحي. وانا عارف ان في عاوز اجيب لفظ محدش يزعل مني، عشاق طارق حامد. انا مش عايز اقول لفظ مش كويس يعني، ولكن مطبلطي طارق حامد، يعني خلوني اقول عشاق طارق حامد عشان الناس اللي هم بيعبدوا طارق حامد استغفر الله العظيم يعني هيزعلوا مني. طارق حامد النهارده جاب جون، كوره من على 18 غمض عينه وراح عاملها كده لبست في الشبكه. طارق حامد ده طارق. معلش انا بعمل كده لان انا وهما بيكتبوا البوستات بتاعتهم وبينزلوا له الفيديو بتاع الهدف اللي هو عمل كده راح عاملها كده، فهم بينزلوا له الفيديوهات فانا شايفهم كده. طارق ده طارق، الزمالك خسره، ده بقى هداف، ده هينافس مصطفى محمد وهينافس محمد صلاح، ده طارق حامد. هما بيعملوا كده يعني. عاوز اقول لك يا صديقي، هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر ارذله، عنده 35 سنه، لعب مع منتخب مصر 54 مباراه دوليه، وده اول هدف يجيبه في حياته مع منتخب مصر. تخيل لعيب هيعتزل حتى لو مكانه هيجي واحد فلحوس يقول لك ايه يا عم محمد، يا عم محمد ده لعيب ديفندر ما بيجيبش جوان. طب محسام غالي جاب جوان مع منتخب مصر، اسماعيل يوسف جاب جوان مع منتخب مصر، مجدي عبد الغني جاب جوان مع منتخب مصر، هادي خشبه جاب جوان مع منتخب مصر، عد انا مش ابراهيم صلاح لما كان مع الزمالك عادي، ولكن يعني ده لما يعتزل هيتكتب في تاريخه انت جبت كام هدف مع منتخب مصر؟ هيقول لهم واحد، اللي هو ده واحد، هدف واحد اللي هو ده. فشغل اللي هو اللي بيمسكوا البتاع ده يا خرابي، عارفهم هم دول العيال دي، انا والله العظيم يعني عمل كده بالظبط، لبست جت ربنا كرمه. لا احنا بقى لازم طارق حامد عشان مرتضى، عشان نشتم مرتضى منصور، حرام عليك ضيعته، شفت عمل الكرة ازاي؟ ايه الحلقة النهاردة كلها كده. المهم نسيبنا من قدرني عاشق الجنيه والريال وندخل على محمد صبحي. النهارده محمد صبحي نزل مكان الشناوي، الشناوي قال لك اصل رجلي وجعاني، هو ولا رجله وجعاه ولا يحزنون. يا عم محمد انت بتفتري، انا بقول لك الكلام ده ومش لازم اقول لك يعني الواحد بيجيب معلوماته ازاي، انا بقول لك محمد الشناوي مش تعبان. هو خرج عشان يريح قبل ماتش الهلال. ودي كانت تعليمات من ادارة الاهلي. إيه لو لقيت النتيجة كده في اول ثلاث اهداف في اول نص ساعة تيك 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 تيك، قال لك اي اصل رجلي اصل الضمة اصل الخلفية، وخرج ونزل محمد صبحي. وبقولها مرة واثنين وثلاثة وما بخافش من جمهور الاهلي ولا بخاف من اي بني ادم في حياتي غير اللي خلقني. وعلى السوشيال ميديا المفروض تستعبد جمهور الاهلي، ولكن انا يعني الحمد لله معروف عني ان انا من اللي هم اللي قلبهم ميت، يعني ما بيفرقش معايا الهوى. محمد الشناوي لو كان بيلعب في اي نادي تاني اقسم بالله ما كان هينضم لمنتخب مصر. وما زال محمد الشناوي بيتحدى الجميع وبيتحدى الاصول وبيتحدى كل شيء، عشان هو حارس النادي الاهلي لازم يقف بالبلطجه وبالعافيه في منتخب مصر. ده لعيب شال خمس تجوان وشال اربعه وشال اربعه وشال في تسعة مباريات 18 هدف، 18 هدف، ازاي ده يكون حارس لمنتخب مصر؟ ده مسميينه محمد خمساوي، مسميينه محمد خمساوي، ازاي ده يبقى لعيب يحمل تيشيرت منتخب مصر؟ ولكن هو عشان خاطر بيلعب في النادي الاهلي. فده بالنسبه لمصطفى او محمد الشناوي. خلصنا كلام على منتخب مصر، تعالوا بقى بينا ندخل على الاخبار بتاعتنا والزمالك والاهلي والكلام بتاعنا. امبارح
او خلينا نتكلم على حلقة كهربا. هو كهربا تمت اذاعة الحلقة بتاعته يعني تاني يوم خروج مرتضى منصور. ركز كده معايا ولو ما عملتش لايك اعمل لايك وقول لي برضو انت حسيت بالكلام ده ولا ما حسيتهوش، ولا انا مفتري، ولا انا مفتري السوشيال ميديا، عفريت السوشيال ميديا. يعني قول لي انا مفتري ولا لا. انا عارف الاهلاويه هيشتموا وهيقول لك ده مفتري ولا بياكل معايا. المهم كهربا تمت اذاعه الحلقه بتاعته تاني يوم خروج مرتضى منصور. صدفه صدفه، الموضوع صدفه ولا في اي يعني بص مش مترتب، هو صدفه. مرتضى منصور يخرج النهارده، حلقه كهربا بكره. الموضوع صدفه بحته. يعني طالع بقى الولايه بتوع كهربا، الولايه على السوشيال ميديا بتوع كهربا، ده اقسم بالله، ده حلف بالله، ده قال والله انا عقدي انتهى ومشيت، حرام عليكم، خلاص خدوه من ايده وروحوا على الفيفا خلوه يحلف هناك. يروح للراجل بتاع المحكمه يقول لي والله العظيم والله العظيم عقدي خلص، زي ما كان بيصرخ. ده ياسمين عز ما صرختش زي كهربا. ياسمين عز البنت ما صرختش زي كهربا. وقعد يعمل لك كده. المهم خدوه من ايده واطلعوا على الفيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه وقولوا لهم قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق، ويقعد يعمل لك كده. ان عقده انتهى مع نادي الزمالك ما دام هي ماشيه بالحلفان، ولا في ورق ولا في مستندات ولا في لوائح ولا في قوانين ولا في اي يحزنون. الاهلاويه طالعين شفت حلف حلف، ده انتوا تحلفوا، ده انتوا تحلفوا على الميه تجمد. قالوا مش عارف لمين احلف، قال جال الفرج. حلفان مين يابا الحاج؟ مش بالحلفان يابا. وبعدين ما انا شفت فيديو وانتوا شفتوا نفس الفيديو لابو كهاب مع سيف زاهر، قال له عقدي خلص وجددت عقد 4 سنين تانيين. يحلف ايه؟ ده كذاب، ده كذاب، ده كذاب. طلع مع سيف زاهر قال لك مضيت 4 سنين، ومع رامز اول امبارح يقول لك انا عقدي خلص. تصدق مين فيهم؟ تصدق كهربا اللي مضى 4 سنين مع نادي الزمالك، ولا تصدق كهربا اللي قال لك والله العظيم عقدي خلص؟ حاجه يعني بص مع احترامي والله ولا لعيب اهلاوي ولا مسؤول اهلاوي ولا حد من سوشيال ميديا اهلاوي، الناس دي ما تاخدش منهم معلومه صحيحه. وانا النهارده جاي لك بالانفرادات، والناس اللي كدبتني هلطش لها دلوقتي، هلطش لهم على وشهم كده، هوقفهم صف كده واقعد الطش، اقعد الطش فيهم. بس اصبر، كل حاجه باوانها يعني. فكهربا اصل انا اقسم بالله وعقدي انتهى، وهو ولا عقده انتهى ولا يحزنون.